عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي التلاميذ. اليوم غادي نديرو سورة الماعون مرشدي في التربية الإسلامية المستوى الثاني. غادي نحاولو نحفظوها، غادي تحفظوها نتوما إن شاء الله. بسم الله، بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين، أرأيت الذي يكذب بالدين، أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدع اليتيم، فذلك الذي يدع اليتيم، فذلك الذي يدع اليتيم، ولا يحض على طعام المسكين، ولا يحض على طعام المسكين، ولا يحض على طعام المسكين، فويل للمصلين، فويل للمصلين، فويل للمصلين، الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدع اليتيم، ولا يحض على طعام المسكين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. قرأ قراءة أخرى، هي سورة الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين، أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدع اليتيم، فذلك الذي يدع اليتيم، ولا يحض على طعام المسكين، ولا يحض على طعام المسكين، فويل للمصلين، فويل للمصلين، الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون، الذين هم يراءون، ويمنعون الماعون، ويمنعون الماعون. القراءة أخرى. أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدع اليتيم، ولا يحض على طعام المسكين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. صدق الله العظيم. هذه سورة الماعون، يعني هنا هاد السورة هذه فيها الوعيد ديال الله سبحانه وتعالى للذين يكذبون بالدين، اللي ما كيامنوش بيوم الاخره، يعني كيقولوا ما كايناش الاخره، ما كايناش القيامه، والناس اللي كتنهر في اليتيم، يعني ما كتنهر في اليتيم، كتخاصم عليه، فهمتوني اصدقائي؟ كتخاصم على اليتيم، كيخاصموا عليه اي حاجه دارها ولا ما يدير والو، تيخاصموا عليه.
والرسول صلى الله عليه وسلم أوصانا على اليتيم. والويل والذي ولا يحض على طعام المسكين، ولا يحض على طعام المسكين. هنا الشخص اللي ما كيصدقش ما كيعطيش شي حاجه لشي مسكين، هنا ولا يحض على طعام المسكين، ما كيحطش على اطعام المساكين. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون. هنا الماعون كنقولوا الماعون، حنا بالدارجه المغربيه كنقولوا الماعون. الماعون هما الماعن، كنقولوا الماعن، الاواني، الاواني المنزليه، الواحد اللي يراؤون بحال شي واحد كي بحال الرياء، واحد يتظاهر بفعل الخير. يراؤون ماشي الرياء، عفوا، يراؤون هم الذين يتظاهرون بفعل الخير، ماني راه كندير الخير وهما كيديروش. ويمنعون الماعون، يعني الا جا عندهم شي واحد بغى يتسلب شي حاجه وهو ما عندوش كيردوه. يعني جا عندهم شي مسكين طلب شي حاجه، طلب شي كاس، طلب شي تبصيل، شي جميله، شي حاجه ما كيعطيهاش، كيقول لي ما عنديش، واخا هو عنده تيقول لي راه ما عنديش. واليتيم راه تتعرفوا، اليتيم هو الذي فقد احد والديه او هما معا، هو اللي فقد الاب ديالو او الام ديالو او هما معا. وهذه نديرو شي قراءه اخرى ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين، شتو؟ أرأيت الذي يكذب بالدين، يعني يكذب بيوم الآخرة، يقول لك ما كيناش الآخرة، استغفر الله. فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين. هذا ويل هو بحال قلتي الوعيد بالعذاب، ويل انت تشوف ويل انت ويل، يعني الوعيد ديال الله سبحانه وتعالى بالعذاب، هي تدل على العذاب. والويل هو واحد النهر في جهنم يلقى فيه الكفار 40 خريفا. ويل وواد في جهنم، ويل وواد في جهنم، عافانا الله وإياكم. الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون. صدق الله العظيم. كنتمنى انكم استفدتوا معايا، وشكرا لكم على المتابعه، وشكرا بزاف على التشجيعات ديالكم، وشكرا لكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اصدقائي التلاميذ. اليوم غادي نديروا سوره الماعون، مرشدي في التربيه الاسلاميه المستوى الثاني، غادي نحاولوا نحفظوها، غادي تحفظوها حتى نتوما ان شاء الله. بسم الله، بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ارايت الذي يكذب بالدين، أرأيت الذي يكذب بالدين، أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدع اليتيم، فذلك الذي يدع اليتيم، فذلك الذي يدع اليتيم، ولا يحض على طعام المسكين، ولا يحض على طعام المسكين، ولا يحض على طعام المسكين، فويل للمصلين، فويل للمصلين، فويل للمصلين، الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون، الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون، الذين هم يراؤون
ويمنعون الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. أقرأ قراءة أخرى، هي سورة الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. صدق الله العظيم. هذه سورة الماعون، يعني هنا هاد السورة هذه فيها الوعيد ديال الله سبحانه وتعالى للذين يكذبون بالدين، اللي ما كيامنوش بيوم الاخره، يعني كيقولوا ما كاينش الاخره، ما كاينش القيامه، والناس اللي كتنهر في اليتيم، يعني ما كتنهر في اليتيم كتخاصم عليه، فهمتوني اصدقائي؟ كتخاصم على اليتيم، كيخاصموا عليه اي حاجه دارها ولا ما يدير والو تيخاصموا عليه. والرسول صلى الله عليه وسلم اوصانا على اليتيم، والويل ولا يحض على طعام المسكين، هنا الشخص اللي ما كيصدقش ما كيعطيش شي حاجه لشي مسكين، هنا ولا يحض على طعام المسكين، ما كيحطش على اطعام المساكين. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. هنا الماعون كنقولوا الماعون، حنا بالدارجه المغربيه كنقولوا الماعون. الماعون هما المواعن، كنقولوا المواعن، الاواني المنزليه، الواحد اللي يراءون بحال شي واحد بحال الرياء، الواحد يتظاهر بفعل الخير. يراءون ماشي الرياء، عفوا، يراؤون هم الذين يتظاهرون بفعل الخير، ماني راه كندير الخير وما كيديروش. ويمنعون الماعون، يعني الا جا عندهم شي واحد بغيت تسلب شي حاجه وهو ما عندوش كيردوه، يعني جا عندهم شي مسكين طلب شي حاجه، طلب شي كاس، طلب شي تبصيل، شي جميله، شي حاجه وما كيعطيهاش، كيقول لي ما عنديش، واخا هو عنده تيقول لي راه ما عنديش. واليتيم راه تتعرفوا، اليتيم هو الذي فقد احد والديه او هما معا، هو اللي فقد الاب ديالو او الام ديالو او هما معا. وهذه نديروا شي قراءه اخرى ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ارايت الذي يكذب بالدين، شفتوا؟ ارايت الذي يكذب بالدين، يعني يكذب بيوم الاخره، كيقول لك ما كايناش الاخره، استغفر الله. فذلك الذي يدعو اليتيم
ولا يحض على طعام المسكين. فويل للمصلين، هذا ويل هو بحال قلتي الوعيد بالعذاب، ويل انت تشوف ويل، انت ويل يعني الوعيد ديال الله سبحانه وتعالى بالعذاب، هي تدل على العذاب. والويل هو واحد النهر في جهنم يلقى فيه الكفار 40 خريفا. ويل وواد في جهنم، ويل وواد في جهنم عافانا الله وإياكم. الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. صدق الله العظيم. كنتمنى أنكم استفدتوا معي، وشكرا لكم على المتابعة، وشكرا بزاف على التشجيعات ديالكم، وشكرا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي التلاميذ. اليوم غادي نديرو سورة الماعون، مرشدي في التربية الإسلامية المستوى الثاني، غادي نحاولو نحفظوها، غادي تحفظوها نتوما إن شاء الله. بسم الله، بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين، أرأيت الذي يكذب بالدين، أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدعو اليتيم، فذلك الذي يدعو اليتيم، فذلك الذي يدعو اليتيم، ولا يحض على طعام المسكين، ولا يحض على طعام المسكين، ولا يحض على طعام المسكين. فويل للمصلين، فويل للمصلين، فويل للمصلين، الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدعو اليتيم، ولا يحض على طعام المسكين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. قرأ قراءة أخرى، هي سورة الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين، أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدعو اليتيم، فذلك الذي يدعو اليتيم، ولا يحض على طعام المسكين، ولا يحض على طعام المسكين، فويل للمصلين، فويل للمصلين، الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون، الذين هم يراءون، ويمنعون الماعون، ويمنعون الماعون. قراءة أخرى. أرأيت الذي يكذب بالدين،
فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. صدق الله العظيم. هذه سورة الماعون، يعني هنا هذه السورة هذه فيها الوعيد ديال الله سبحانه وتعالى للذين يكذبون بالدين، اللي ما كيامنوش بيوم الآخرة، يعني كيقولوا ما كيناش الآخرة، ما كيناش القيامة، والناس اللي كتنهر في اليتيم، يعني ما كتنهر في اليتيم، كتخاصم عليه، فهمتوني أصدقائي؟ كتخاصم على اليتيم، كيخاصموا عليه، أي حاجة دارها ولا ما يدير والو تيخاصموا عليه. والرسول صلى الله عليه وسلم أوصانا على اليتيم، والويل ولا يحض على طعام المسكين، ولا يحض على طعام المسكين. هنا الشخص اللي ما كيصدقش ما كيعطيش شي حاجه لشي مسكين، هنا ولا يحض على طعام المسكين، ما كيحطش على اطعام المساكين. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. هنا الماعون كنقولوا الماعون، حنا بالدارجه المغربيه كنقولوا الماعون. الماعون هما المواعن، كنقولوا المواعن، الاواني المنزليه، الواحد اللي يراءون، بحال شي واحد بحال الرياء، واحد يتظاهر بفعل الخير. يراءون ماشي الرياء، عفوا، يراءون هم الذين يتظاهرون بفعل الخير، ماني راه كندير الخير وما كيديروش، ويمنعون الماعون، يعني الا جا عندهم شي واحد بغى يتسلف شي حاجه هو ما عندوش كيردوه، يعني جا عندهم شي مسكين طلب شي حاجه، طلب شي كاس، طلب شي تبصيل، شي جميله، شي حاجه ما كيعطيهاش، كيقول لي ما عنديش، واخا هو عنده تيقول لي راه ما عنديش. واليتيم راه تتعرفوا، اليتيم هو الذي فقد احد والديه او هما معا، هو اللي فقد الاب ديالو او الام ديالو او هما معا. وهذه نديروا شي قراءه اخرى ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين، شتو؟ أرأيت الذي يكذب بالدين، يعني يكذب بيوم الآخرة، يقول لك ما كيناش الآخرة، استغفر الله. فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، فويل للمصلين. ويل هو بحال قلتي الوعيد بالعذاب، ويل تشوف ويل ويل، يعني الوعيد ديال الله سبحانه وتعالى بالعذاب، هي تدل على العذاب. والويل هو واحد النهر في جهنم يلقى فيه الكفار 40 خريفا. ويل وواد في جهنم، ويل وواد في جهنم، عافانا الله وإياكم. الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. صدق الله العظيم. كنتمنى انكم استفدتوا معايا، وشكرا لكم على المتابعه، وشكرا بزاف على التشجيعات ديالكم، وشكرا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي التلاميذ. اليوم غادي نديرو سورة الماعون، مرشدي في التربية الإسلامية المستوى الثاني، غادي نحاولو نحفظوها، غادي تحفظوها نتوما إن شاء الله. بسم الله، بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين، أرأيت الذي يكذب بالدين، أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدع اليتيم، فذلك الذي يدع اليتيم، فذلك الذي يدع اليتيم،
ولا يحض على طعام المسكين، ولا يحض على طعام المسكين، ولا يحض على طعام المسكين. فويل للمصلين، فويل للمصلين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. أقرأ قراءة أخرى، هي سورة الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين، أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدعو اليتيم، فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، ولا يحض على طعام المسكين. فويل للمصلين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون، ويمنعون الماعون. قراءة أخرى. أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. صدق الله العظيم. هذه سورة الماعون، يعني هنا هذه السورة هذه فيها الوعيد ديال الله سبحانه وتعالى للذين يكذبون بالدين، اللي ما كيامنوش بيوم الآخرة، يعني كيقولوا ما كيناش الآخرة، ما كيناش القيامة، والناس اللي كتنهر في اليتيم، يعني ما كتنهر في اليتيم كتخاصم عليه، فهمتوني أصدقائي؟ كتخاصم على اليتيم، كيخاصموا عليه أي حاجة دارها ولا ما يدير والو تيخاصموا عليه. والرسول صلى الله عليه وسلم أوصانا على اليتيم. والويل ولا يحض على طعام المسكين، ولا يحض على طعام المسكين. هنا الشخص اللي ما كيصدقش ما كيعطيش شي حاجه لشي مسكين، هنا ولا يحض على طعام المسكين، ما كيحطش على اطعام المساكين. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. هنا الماعون كنقولوا الماعون، حنا بالدارجه المغربيه كنقولوا الماعون. الماعون هما المواعن، كنقولوا المواعن، الاواني المنزليه، الواحد اللي يراؤون، بحال شي واحد بحال الرياء، واحد يتظاهر
بفعل الخير، يراؤون ماشي الرياء عفوا، يراؤونهم الذين يتظاهرون بفعل الخير، ماني راه كندير الخير وهما كيديروش، ويمنعون الماعون، يعني الا جا عندهم شي واحد بغي يتسلب شي حاجه هو ما عندوش كيردوه، يعني جا عندهم شي مسكين طلب شي حاجه، طلب شي كاس، طلب شي تبصيل، شي جميله، شي حاجه ما كيعطيهاش، كيقول لي ما عنديش، واخا هو عنده تيقول لي راه ما عنديش. واليتيم راه تتعرفوا اليتيم هو الذي فقد احد والديه او هما معا، هو اللي فقد واحد الاب ديالو او الام ديالو او هما معا. وهذه نديروا شي قراءه اخرى ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين، شتو أرأيت الذي يكذب بالدين، يعني يكذب بيوم الآخرة، يقول لك ما كيناش الآخرة، استغفر الله. فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين. هذا ويل هو بحال قلتي الوعيد بالعذاب، ويل انت تشوف ويل ويل، يعني الوعيد ديال الله سبحانه وتعالى بالعذاب، هي تدل على العذاب. والويل هو واحد النهر في جهنم يلقى فيه الكفار 40 خريفا، ويل وواد في جهنم، ويل وواد في جهنم عافانا الله وإياكم. الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. صدق الله العظيم. كنتمنى أنكم استفدتوا معي، وشكرا لكم على المتابعة، وشكرا بزاف على التشجيعات ديالكم، وشكرا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي التلاميذ. اليوم غادي نديرو سورة الماعون، مرشدي في التربية الإسلامية المستوى الثاني، غادي نحاولو نحفظوها، غادي تحفظوها حتى نتوما إن شاء الله. بسم الله، بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين، أرأيت الذي يكذب بالدين، أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدع اليتيم، فذلك الذي يدع اليتيم، فذلك الذي يدع اليتيم، ولا يحض على طعام المسكين، ولا يحض على طعام المسكين، ولا يحض على طعام المسكين، فويل للمصلين، فويل للمصلين، فويل للمصلين، الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون، الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون، الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون. قرأ قراءة أخرى، هي سورة الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين،
أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون ويمنعون الماعون. القراءة أخرى. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. صدق الله العظيم. هذه سورة الماعون. يعني هنا هاد السورة هذه فيها الوعيد ديال الله سبحانه وتعالى للذين يكذبون بالدين اللي ما كيامنوش بيوم الآخرة. يعني كيقولوا ما كيناش الآخرة ما كيناش القيامة والناس اللي كتنهر في اليتيم يعني ما كتنهر في اليتيم كتخاصم عليه. فهمتوني أصدقائي؟ كتخاصم على اليتيم كيخاصموا عليه أي حاجة دارها ولا ما يدير والو تيخاصموا عليه. والرسول صلى الله عليه وسلم أوصانا على اليتيم ولا يحض على طعام المسكين ولا يحض على طعام المسكين. هنا الشخص اللي ما كيصدقش ما كيعطيش شي حاجه لشي مسكين هنا ولا يحض على طعام المسكين ما كيحطش على اطعام المساكين. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. هنا الماعون كنقولوا الماعون حنا بالدارجه المغربيه كنقولوا الماعون. الماعون هما الماعن كنقولوا الماعن الاواني المنزليه الواحد اللي يراؤون بحال شي واحد بحال الرياء واحد يتظاهر بفعل الخير. يراؤون ماشي الرياء عفوا يراؤون هم الذين يتظاهرون بفعل الخير ماني راه كندير الخير وهما كيديروش. ويمنعون الماعون يعني الا جا عندهم شي واحد بغى يتسلب شي حاجه هو ما عندوش كيردوه. يعني جا عندهم شي مسكين طلب شي حاجه طلب شي كاس طلب شي تبصيل شي جميله شي حاجه وما كيعطيهاش كيقول لي ما عنديش واخا هو عنده تيقول لي راه ما عنديش. واليتيم راه تتعرفوا اليتيم هو الذي فقد احد والديه او هما معا هو اللي فقد واحد الاب ديالو او الام ديالو او هما معا. وهذه نديروا شي قراءه اخرى ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين. شتو أرأيت الذي يكذب بالدين يعني يكذب بيوم الآخرة يقول لك ما كيناش الآخرة. استغفر الله. فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين. ويل هو بحال قلتي الوعيد بالعذاب. ويل تشوف ويل ويل يعني الوعيد ديال الله سبحانه وتعالى بالعذاب هي تدل على العذاب. والويل هو واحد النهر في جهنم يلقى فيه الكفار 40 خريفا. ويل وواد في جهنم ويل وواد في جهنم عافانا الله وإياكم. الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون.
صدق الله العظيم. كنتمنى انكم استفدتوا معايا، وشكرا لكم على المتابعة، وشكرا بزاف على التشجيعات ديالكم، وشكرا لكم.